من الجمعة. المهم على حسب الواد اخويا، الواد راه جاي من لهي، جا هنا حنا في المنطقه ديال سموغن هنا بالضبط اسيفنينت، يقول لي اسيفنينت، وبالضبط هنا فين لقينا الجثه واحد السيده، هذيك النخله راه هي تما فين جبنا واحد السيده، واحد السيده اخرى عاوتاني جبناه لهي وسط النخل، النخل اللي جايب الواد. واخويا هذا الشيء اللي كاين، وكان هذيك النهار الليله اخويا ديك الليله والله الا دوزناها يعني ما عمرت نسى، انا اطول عندي الليله هو هذاك النهار فاش دار الواد، والناس الصراحه تكرفسوا بمعنى الكلمه. كنشكر السلطه المحليه والجامعه التمانات حتى هي اللي عاونات وجابت الماتريال ديالها وخدموا الناس بالليل الى اخره، والدرك الملكي والوقايه المدنيه، وكنشكرهم بزاف بزاف على هذا التدخل وهذا الشيء اللي كاين. والواد اخويا راه زعما يعني جاب واحد الحمله يعني 20 متر تقريبا علو، 20 متر ديال العلو، والناس ضروا، الفلاحه ضرات، الاعين، جبنا 15 اللي كاين في المجموع، جبنا تلقينا دابا 14 واحد، يعني بقينا جوج حتى وحده، وكنقلبوا عليها يعني السلطات المحليه داروا بجهدها والجامعه والوقايه المدنيه. نعم هذا اللي باقي شحال عمرها؟ يعني مرا من الدوار ووكرده، يعني جوج الناس من الدوار إكمير، و 13 واحد في الدوار ووكرده، هذاك الدوار ووكرده هو اللي تضر مزيان مزيان مزيان. وبالنسبه للفلاحه حتى هي راه تضرات بمعنى الكلمه، بالنسبه للسكنه السكن حتى هما راه دات ديور ديال شحال من حاجه. احنا في تمسلت، هذا هو الدوار ديال تمسلت، هو الاول ملي كتجي من تمانارت، هذا هو الدوار الاول ديال سموغن، هذا دوار تمسلت، وباقي الدوار وحنا باقي غاديين مع الواد يعني اللي ضد الضحايا الى اخره. وشتي راك شفتو دابا الفلاحه، شفتو هاد النخل، هاد الشيء راك هنا، هاد الجهه كامله كانت نخل، دابا راه بحال ما كاين والو، انتم كتشوفوا ايوا هادشي اللي كاين. وداك الدوار الاخر هنا الدوار تمسلت، وداك الدوار تيمولا باقي قدام واحد نص كيلومتر ان شاء الله غادي نوصلو. هنا كان خسائر بشريه؟ كان خسائر لا بشريه، لا كان الفلاحه اللي هنا باقي، هنا ما كانش الاضرار بزاف، هنا ما كانش بزاف. ملي كنقول ما كانش اضرار يعني ما حد الواد عريض. هنا على حساب الواد، هنا عريض الواد، داكشي علاش ما داش البشريه. ايوا هادشي اللي كاين استاذ، يعني انا كنشوف القوة ديال القوة ديال الحمولة. شوف راه وصلت حتى لهنايا، وصلت حتى شوف راه غادي توصل حتى لهي، الشانتي راه ما بقاتش، الطرقان راه تقطعوا هنا، راه كلشي تقطع، راه حتى لحد هذاك الشارج وصل الماء. يعني شوف واحد 200 متر ولا عرض. إذا سموغن يجوت نوري كان غيكا هاك ولا الوالي ديالنا حتى نتنورجو بزيرنا غيكا العيون تاع الجماس تاع ماينوس العيون هو نمر كلشي تزان تاع رواس تزا باذن الله تعالى ماشي أصلا. المهم هادشي كله وريلي فوق من سنة عام 300 ساعة من 400 ساعة ونعقل هادشي هذا ونعقل ايوا ما رجعو نتينا الخير هذا يتزاوك الجوف يتزاو اكل تزانت زوايات يتزا اللوز يتزا ومان يشور خسر كله يخسر كله الخير انتظر بغل مخزن اغلي فلاحة يعاون هو هذا الشيء اللي غادي نقول.
وصلنا دابا للدوار انمر، انمر سموغن بالضبط هنا فين مشات الواحه. ها الواحه كتشوفوها، الواحه كامله نص ديالها تقريبا راه مشات، ها انتم كتشوفوا. وديك الدار راه هي فين كانت الطاقه دابا، راه باقي كيخون الناس الغيث وداكشي. المكان وصل ليها، اه المكان وصل ليها، وصل ليها حتى دوك الشراجم، وصل ليها حتى دوك الشراجم تما كاين الحد. يعني راه الناس باقيين تما انتم كتشوفوهم، والناس راه باقيين خدامين يعني كيجمعوا الباجاج ديالهم الى اخره، فهمتي. والواحد حتى هي راه مشات، انت كتشوف بعينك. وبالضبط هنا انا مر هنا راه ما كاينش البشريه، وانما الواحه مشات. هادشي اللي كاين، هادشي كله كان واحه، اه هادشي كامل كان الواحه. يعني تما فين كانوا الطوموبيلات، تما فين كان الواد الصغير، دابا راه شوف فين وصل. يعني هاد العرض كله اللي كتشوف، هاد العرض دابا اللي كتشوف كلشي راه كان فيه الواد، والواد جاي هابط، جاي هابط وغادي لتمانرت. هنا بالضبط في الدوار إجمير، هنا فين دا جوج أشخاص، واحد السيد واحد مول بيكوب، يلاه جاي يحيد الطوموبيله ديالو من هذه البلاصه، هذه من هذيك البلاصه جاي يحيد الطوموبيل ديالو وداه لواحد، واحد السيد هو جاي يعاونو وداهم بجوج. وكما كتشوفوا دابا راه هذا الصف هذا كامل كان الواحه، كان الواحه. وقبل قبل عبد راه كانت العافيه، كانت العافيه، وجا الواد كمل كمل داكشي اللي بقات للعافيه. وكما كتشوفوا هذاك لابيسين انا كان داير كاع بالنخل، انتما كتشوفوا الحاله كامل داخل لابيسين، ها هو كتشوفوه. اه الحجر راه فوق الديور، واش شتي راه كاين داك النخل فوق الديور تما، كانت اه نازل من الجبل. وهنا كانت الواحه، وهنا كان العين، هنا فين واقفين بالضبط كان العين دايز والواحه. هنا كيضيق، هنا ضيق الواد، هنا فين ضيق الواد، ومن تحت راه موسع الواد. ولكن هاد الناس هما اللي ضروا بزاف كما قلت لك، هنا مشاو فيه جوج ضحايا كما قلت لك، السيد راه جاي يحيد الطوموبيله ديالو من الواد، وجاي واحد السيد اخر يعاونو داهم، مساك الله يرحمهم الله يوسع عليهم. ولا تقمي اللي حتى انت تشوف لهون تدا تقمي 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 نحن الان نتواجد بقريه إجمير سموغن، يعني قريه من القرى المنكوبه في هذه الفيضانات سموغن. اولا في البدايه لابد ان نتقدم التعازي الحاره الى ضحايا فاجعه فيضان سموغن، والصبر والسلوان لعائله الله يصبرهم. كما تعلمون يعني السبت الاسود يعني كانوا فيضانات قويه اللي ما عمرهم دازوا في هذه البلاصه، يعني سنين، يعني ملي كتشوف الناس الكبار تيعاودوا لك تيقول لك ما عمرنا شفنا بحال هذه الفيضانات. قدر الله ما شاء فعل. بالنسبه ندوز للجوتات، بالنسبه للجوتات الحمد لله بفضل جميع السلطات ديال طاطا، ديال الجهه كامله، جهه تسمى صدرها، تم العثور على 13 جوته. حاليا يعني البحث جاري عن جوته الاخيره، وكنتمناو ان شاء الله باش نلقاوها اليوم. ذاك النهار يعني كما كتعرفوا هذه المنطقه ديال سموغن يعني الشتاء كتكون قليله، يعني اغلب السكان تيقولوا الشتاء قليله، راه الواد تيكون تيدوز كما كان. يعني الناس ديال الدواور تيفرحوا ملي كيدوز الواد، يعني تيخرجوا باش يشوفوا فائده به. ذاك النهار طاحوا تحت الشتاء الفوق بزاف، يعني الواد حمل واحد الحموله غير قياس، يعني كبيره بزاف اللي دات مع الارواح والمنازل، عده منازل، الواحه كامله، يعني تقريبا ملي كتشوف الاف الهكتارات ديال الواحه، يعني جرات كل شيء. الحمد لله، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وبغيت نشكر السلطات، يعني من نبدا بالقوات المساعده، الدرك الملكي، الجيش، بالنسبه لاعوان السلطه، بالنسبه لاعوان الجماعه، ومواطنين يعني كاملين الحمد لله تعاونوا معنا في هذه المحنه. حنا دابا غندوزوا ان شاء الله للمرحله الثانيه ديال اعاده الاعمار. اعاده الاعمار اللي كتطلب واحد المجهود كبير، وكنطلبوا من الدوله، وكنطلبوا من الدوله باش هاد الناس تخفف عليهم. يعني ملي كتشوف عده منازل ولو يتعاونوا معاهم، ملي كتشوف الواحه تضرات بزاف، يعني
كما كتعرفوا الواحة كاين النخيل بزايد، وحنا مقبلين على جني التمور، يعني ذاك المحصول ديال التمور كله مشى، وكنطلبوا من الدولة تعاون مع هذه الفلاحة. النموذج ديال هذا السيد كنعرفوا الله يرحمه مسكين، هذا مقاول يعني كيشد الديور كيبنيهم، جا مسكين باش يحيد الطوموبيل ديالو. ها شوف الحالة ديالو كي ولات، انت نتوما كتشوفوا. لكن هذا ما وقعش هذا الشيء هنايا؟ لا، واحد 4 كيلومتر يعني هاد الطوموبيله هادي جابتها لهنايا فين خلاها الماء ووقفات من هنايا. النموذج ديالها مسكين راه الله يرحمه، راه داو الوردزات لقاو هنا جهه تمانرت فواحد البلاصه وداوها لبلادهم.